يلا. ازيكم عاملين؟ بظبط الطرحة يا ابني. قلت لي يلا. طب يلا. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا. يعني القناة الجديدة كده ليها روح كده وبهجة، صح؟ بالظبط. اللي موافقنا على الموضوع ده يعمل لايك للفيديو ده، عايزين نوصل الفيديو ده ل 10,000 لايك في اول 24 ساعة. قبل ما نبدأ الفيديو اعملوا اكبر لايك في الدنيا، لايكات كتير كتير كتير، اعملوا كومنتات، غرقونا، عايزين نغرق لايكات، 5 6 7 كومنتات كده علشان بحبكم، بنشتاق لكم، اعملوا فيديوز اي حاجة. بالظبط. واحنا يا جماعة يعني هنخرب الدنيا يعني طبعا بيكم، يعني هنخرب ضرب نار. قبل ما نبدأ الفيديو اعملوا اكبر لايك في الدنيا، اعملوا كومنتات كتير، اللي مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس. وقضوا بقى معانا النهاردة الفلوج عشان ده مختلف، ووليد قرر هو ياخدنا مكان مختلف، داندي مول، عشان العاب جديدة عايز يجربها في زوزو. اكبر العاب في العالم يعني. مش في العالم قوي يعني، بس يعني لا بيحب جوي دي يعني يا جماعة. بس يلا بينا يلا بينا. يا حبيبتي مش ماجيك بلانت يا ست، انا كرهتني في الماجيك بلانت. طفله انا هنا يا مريم اهو، يعني حاولي ترفعي ايدك كده شويه. طب تمسكي انت اسهل واسرع. يا جماعه مش عايزين نطول عليكم، يلا 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 بينا يلا بينا. فيروز هناك يا جماعة بتطلع طالعة جبل. عايز اقول لكم فيروز جبانة جدا، بتخاف من الزحاليق زيي يعني. على فكرة انا بخاف من الزحاليق جدا. بس انا عبرت الشقل وهي لسه بتطلع بتحافر. انا عايز اشوف وهي نازلة تعمل ايه. بص سولي بيزعق. يا زو بتفكر تقريبا في الكافكا. عملت اللي انا عملته، ولا عارفة ترجع ولا عارفة تكمل. يلا شجاعة يا لولو، اشجعك بقى يلا. داخلت درج المعالي. انت بتعملي ايه وده؟ فيروز كانت خايفة من الألعاب اللي ورا كتير دي. بص جبتها هنا بتنطلق بقى الحتة دي. ما شاء الله على بنتنا. عامل ايه يا لولو؟ عامل ايه؟ يلا روح العب.
نحاول بقى دلوقتي نسيبها وننطلق احنا. بس هو انا المفروض عادي نسيب الاطفال اليوم كله 150 جنيه، بس احنا مكناش نعرف، فاضطرينا ان احنا نحجز وخلاص. بس انتوا مستمعيني سوالف بنزين جامده جدا. بس بابا هننطلق احنا بقى نلف شويه. احساس بيبقى جميل قوي بصراحه. احنا كنا عرفنا ان هي ممكن تقضي اليوم كله كده. احنا جايين في يعتبر الساعه 6:30 في الاواخر يعني، بس احنا بعد كده هنجيبهم من النجم. من النجم 11 ما عرفش على اخر لحظه، يبشرنا بالعافيه. عايزين مكان بقى للواد سليم كده علشان ندخل سليم. هو ده من سنه برضه على فكره، من اول سنه لحد جنب. ايش يعمل ايه لحد مش عارف من اول سنه؟ خلاص كلها 3 شهور ان شاء الله ونسرسبه معاها هو كمان. ايه يا نونا، بس المكان ده بقى عايز حد جريء يعني. زو اصلا داخله جوه مش عارفه تلعب اساسا. كل ما اجي ازحلقها ولا اجرب حاجه تطلع ماشي، واخدها من على زحليقه عاليه جدا ونازله في البيسين، وهي اصلا كانت خايفه وطالعه بتعيط. لا ما عرفتش، لا شرقت. بس البنت نازله مبرقه كده طبعا، رعب طبعا يعني. ايوه تتجرأ بس مش في كل حاجه يعني. المهم يعني لو عجبكم الفيديو ده اعملوا اكبر لايك في الدنيا، علشان لسه ايوه اخرق لهم عينيهم عشان لسه في لقطات تانيه احنا اكتشفنا هنا ان في بقى حاجات فيها اماكن تنطيط وكده. تعالوا خرجكم، بحب الاجواء دي. فواضح ان احنا هنيجي مش هنلعب زوزو، احنا هنيجي نلعب بالظبط. انا يا بنتي انا تعالى اوريكم، بس استنى بس موريهم وفرجهم معانا. بصوا شايفين حاجه ولا لا؟ تنطيط اصلا مفيش حد يعني. بص في ناس، بس الساحه طلبة كبيره قوي صح؟ في ناس كبيره صح؟ احنا هنقدر ندخل على فكره يا جماعه؟ دي برضه سالي بولينج صارلهم ايه. انا مركزه على تارجت معين. احنا لازم نخش نسال نشوف. وليه جبنا من اخر الدنيا؟ عشان في النهايه دخلنا مكان غلط. طلع هنا في ماجيك بلانيت، في مكان للتنطيط، واضح ان احنا هنكتشف مكان تالت اصلا للالعاب. على فكره ده انزل مده طلع حلوه في الالعاب يعني، سيبني من المحلات وكل حاجه بس هو حلو في الالعاب. سيب شغل المراجيح والكلام ده خالص، دي اول ما تشوف. طب هوريكوا ازاي هتظبط اول ما تخلص لعبه. بس استنى بس لما افرجكوا عشان هنا في العاب مختلفه. تيجي نروح نجيبها نلعب اللعبة؟ لا انت ما تخاف اصلا. تحفة. على فكرة بقى زوزو هتتبسط هنا أكتر من أي ماجيك بلانت دخلتها قبل كده. قولوا في الكومنتات لو حبيتوا نجيب البنت هنا واحنا هنجيبها فسحة عشان خاطرنا. ماشي ماشي. طب لحظة بقى، أنا جمهوري واقف في ده. أنا جمهوري واقف. لو وصلت الفيديو ده ل 10,000 لايك أو 24 ساعة إحنا هنجيب زوزو هنا بكرة. ماشي قولوا بقى، قولوا مين اللي يدفع يا رب. مريم أنا عارف إن في ناس جديدة. إيه ده؟ لا ده مش ضمن الاتفاق على فكرة، محدش يعمل لايك يا جماعة. لا لا يعمل لايك. إنسوا الاتفاق. التيكت سعر الألعاب حلو 15 جنيه و10 جنيه ومعرفش. قصدي الالعاب التوتو دي. لا 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 بس الاسعار في المتناول يعني. لا بس حلوه، فيها فعلا العاب مختلفه يعني. بس تظبط قوي على فكره، مش هينفع نعديها من هنا اصلا. يا نهار الرعب. طبعا بقى هتجيب الالعاب. لا يا جماعه انا نفسي عايزه العب والله من كتر ما الالعاب مبهجه هنا قوي. هلعب لعبه هنا. انا هلعب لعب. طبعا احنا قتلنا علشان الاستاذ سولي بياكل. احساسك ايه وانت بتاكليه كده بقى؟ قاعد يعيط و و و كل كل يا بني كل. بنتي بتلعب دلوقتي. عايز اقول لكم ان فيروز بص بقت جريئه ازاي، نازله بظهرها. انا مستغرب جدا. بص يا زوزو انت بقيتي جريئة جدا، خدي جريئة جدا يا زوزو يا بنتي اللذينة. ده السلم يا جماعة اللي كانت بتطلعوا بالعافية، انتوا متخيلين؟
هي كده لازم نعلم البنت الجراءة. البنت تعلمت الجراءة. البنت اتطورت. مش عايز تتطورت من يوم وليله. انا قلت لها يا جماعه سيبوها، سيبيها في التنطيط والكلام اللي زي كده. بص بعدين اللي نفع، اللي نفع فيروز كان بيلعب مع اكاديميه باين ولا ايه، بارس باين. بص كانوا بيجيبوا رحله عشان يعملوا بطوله، فاللي هو يعني ده اللي ينفيها. فجابوا العيال تفرح طاقة بصراحة يعني. الواحد المكان جميل بس ما تاكلوش من هنا، احنا رايحين ناكل مكان تاني خالص. والمول، المول ما طلعش قبل كده برضه. محلات كتير قافلة، محلات كتير جدا قافلة. ناس كتير بتسألنا اسمه بند مول يا جماعة. انت قلت عليه والله؟ اه ماشي. المهم يعني محدش ينسى اللايك. احنا خلينا قاعدين، احنا فرهدنا. بص عرينا ازاي فيروز مدمدمة على الاخر يعني. احنا قاعدين شوية، قاعدين. يلا يا زوزو بقى البسي الشوز. الشوز بتاعتك حلوة؟ وريها لهم. طيب يا فرحانة الشوز بتاعتها الجديدة. ايوه كده صح، برافو عليك. بس كده احنا خلصنا اليوم النهارده ومبسوطين على فكره ان احنا اكتشفنا المكان ده. بالظبط. عشان بعد كده نجيبها من اول اليوم من نجمه الصبح من 11 ل 11 نسيبها بقى وننطلق. لا بس المكان حلو، المول مش قد كده بس فيه العاب. المول فيها العاب حلوه قوي قوي جدا جدا. بولينج وهوكي وحاجات كتير قوي يعني. المهم عشان ما نطولش عليكم، فيروز انت اتبسطتي النهارده صح؟ اه. اول مره بعد خروجه تقول لي انا مبسوطه. بالظبط. اول مره تقول لي انا مبسوطه في حياتي. ما حصلش خالص يا جماعه. فلو عجبكم الفيديو ده اعملوا اكبر لايك في الدنيا واعملوا كومنتات كتير جدا واشتركوا في القناه. وقلنا حابين نشوف ايه في الفيديوز اللي جاي ان شاء الله. ايوه يلا. عايز تقول حاجه تانية؟ لا بس صباح الخير.